تراجع ملحوظ في حصيلة حوادث المرور وكذا الجريمة المنظمة في شهر رمضان المنصرم. هذا ما صرح به علي بدوي مراقب الشرطة رئيس أمن ولاية بومرداس، الذي أفاد بأن تخصيص 1400 شرطي موزعين عبر بلديات الولاية ساهم في الحد من الارتفاع المسجل في مستوى الجريمة عادة خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى التدابير المتخذة فيما يخص تنظيم حركة المرور. أعطت نتائج جيدة، تراجع ملحوظ لنسبة الإجرام، نسبة حوادث المرور، وهذا بفضل المجهودات الكبيرة والتي بذلوها مختلف عناصر الشرطة وقوات الأمن العاملة في الميدان، وكل التشكيلات التي عملت كانت تعمل بصفة مستمرة 24 ساعة 24 ساعة خدمة لأمن المواطنين وممتلكاتهم. أما فيما يخص أمن وسلامة السكان بالمجمعات السكنية الجديدة، خاصة حي 1800 مسكن بسي مصطفى الذي يطالب سكانه بتوفير عدد أكبر لرجال الأمن بعد حدوث مناوشة بالمنطقة، أكد المسؤول والأول للأمن الوطني في بومرداس أن القضية قيد الدراسة، كما أن البلدية ستشهد تعزيزات أمنية خاصة قصد توفير الاستقرار بالمجمع السكني الذي استقبل 1500 عائلة من العاصمة. للحي هذاك تاع 1588 مسكن بسي مصطفى تم اتخاذ إجراءات خاصة بوضع تشكيلات خاصة حاليا على مستوى ذاك الحي، في عمل جواري كذلك تقوم به مصالحنا الاتصال بأرباب العائلات والأشخاص الكبار العقلاء لتفادي ما وقع في المدن الأخرى على مستوى التراب الوطني. ولحد الآن ما شكلناش إجراء مشاكل كبيرة في ذاك الحي، وكان تدعيم خاص لأمن الحضاري لسي مصطفى خصيصا لمرافقة المواطنين والسكان الجدد، ونرحب بهم بولاية بومرداس. هذا وتشهد ولاية بومرداس توافد أكثر من 6 ملايين مصطاف سنويا بساحل يفوق 80 كيلومتر.